المظاهرات 17 اكتوبر دوغول ما لقاش روحه الا دوموندي بار لو بي دي سويس بور كونتاكت الجي بي را باش يوليو المفاوضات يعني ايو كونتاكت لو 28 و 29 اكتوبر ا بارل اون سويس دي كوتي الجيريان يافي رضا ملك الله يرحمه جوستومون ومحمد صدق بن يحيى اللي كلفهم الحكومه المؤقته ومن جهه دوغول يا كلود شايي وبرونو دولوس هم باي سومي داكور بور ديليغاسيون بور ديليغاسيون Alors c'est pour ça qu'il y a eu la délégation du GPRA, présidée par Karim Al-Qassem Rahimahullah, ou l'Oufda Marouf, ou De Gaulle, Batani, l'Oufda Ntao, avec Louis Jox et tout ce qui s'ensuit. Alors la fin novembre, la reprise des négociations, décembre, janvier, février, mars. 5 mois, où m'a fait le mouhadatat. En 61, il y a eu des contacts. Avion 1 déjà, il s'est mis au Avion 1. هذاك سي سي مارس 61 ديجا يقولوا باللي صحرام نهضروا على الجزائر بصح الصحرام تاعنا 6 شهور وما يتفاوضوا ماشي يتفاوضوا يتناقشوا يعني بالطريقه هذه يبقى الموت جويي لا ديليغاسيون دو جي بيرا انسحبت قال لي دي ماما احنا جينا باش نهضروا على الجزائر كلها الا كان حبيتوا دي النص احنا نكملوا الصوره تاعنا وانتم دبروا يسندكم فوالا جوكس واش قال لهم؟ قال لهم يا ودي اعطونا الصحراء دوك نسيني لكم بالله على الجزائر هذاك كريم بالقاسم واش قال لهم؟ قال لهم لالجيري يون اللي جامي ديفيزي الجزائر وحده عمرها ما تكون مفروقه. À 17h40 كما قال جوستومون لي نيغوساسيون ايتي تيرميني خلاص ايتي كلوتوري لو 18 تفهموا جوستومون بور لا سيناتور لو 19 à midi سي لو سيسي الفو. اللي كنت في الولايه السادسه عندما أعلن هذا الخبر أو سمعنا هذا الخبر من خلال إذاعة وسمعنا خطاب سي رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سي بن يوسف بن خدة عندنا لي ترانزيستور هذوك نسمعوا بن خدة ألقى خطاب قال باللي يعني الآخر يعني جوردون لو سيسي لو فو أبارتير دو 19 يعني مارس ا ميدي نتسلموا والشعب ثاني جا والقهوه يعني الفرحه هذيك اللي حطت علينا ونزلت علينا يا ربي باش نولوا لدارنا. بطبيعه الحال كانت الفرحه ما نخفاش عليكم انها كانت ممزوجه بحزن كبير عندما نذكروا ابناء الجزائر اخواننا اللي استشهدوا في ميدان الشرف. حنايا كنا مأمنين باسكو علاه كنا مأمنين باللي فرنسا عيات بعد 7 سنين فرنسا عيات الجزائريون والجزائريات بينوا لهم باللي خلاص الاستعمار يروح من بلادنا. وايس في الليله تاع 31 مارس راحوا اسمه الافيون قتلوا لو مير ديفيون كامي بلون لوايس قتلوه في دارو 31 مارس قالوا علاه تقبل يجيو الفلا قال لهنا باش يتفاوضوا في البلديه نتاعك في نهار اون 24 حركوا 123 مسجد ابري الاخر لو 2 مي ضربه تاع البوردالجي وين ماتوا 62 واحد قالوا لهم تشيمكا عمروا هذا وكل اخر تتكلم يا في بليزيور مور. الثوره الجزائريه قويه بابنائها قويه بحب الوطن ف كل الحواجز اللي وقفت قدامها حطمتهم واحد كل من يستشهد يقول نحن نستشهد في سبيل الجزائر في سبيل الوطن وانتم حافظوا عليه.